تعالوا بقى نفتكس، هنعمل عندنا فرخه، عندنا شويه مكرونه، عندنا شويه خضار. تعالوا نعمل كده ايه، شويه مكرونه بالخضار، انما هي بطريقه ملهاش اي اساس، هي افتكاسه وانا مجربها قبل كده وكانت 10 على 10. تعالوا نشوف هنعمل ايه. نبتدي بقى ايه، نجيب الفرخه الحلوه كده عشان نشوف هنعمل فيها ايه دلوقتي. هنجيب بقى الفرخه الحلوه دي وتعالوا نشوف هنعمل فيها ايه. نقص الشريط بس هو المقص اللي مش شغال. نجيب منديلين ثلاثة حلوين كده معانا عشان ننشف بيهم الفرخة كويس. ننشف من جوه بقى. احنا عايزين نفتح الفرخة تمام، بندخلها كده ايه من ما بين الصدر، عظم الصدر، ونقص، نشيل بقى عظم الصدر ده كده. انتوا فاكرين ان دي هتترمى؟ لا، دي ممكن يتعمل بيها، حط بعد كده يتعمل بيها شوربه، يتعمل منها شوربه. راح قلبين الفرخه كده تمام، وعاملين ايه؟ فاردين الوراك بتاعتها كده، وجايين من عظمه الصدر عاملين كده. ايوه، كسرين العظمه دي كده اهوت من هنا تمام. بس احنا خلاص خلينا الفرخة دلوقتي وبقت زي العسل. تعالوا بقى ايه، نحضر الطاسة اللي هندي الفرخة فيها تن. نزل كده شوية زبدة حلوين تمام، عليهم شوية زيت لطاف. ايوه، نجيب بقى الفرخة اللي احنا خليناها تمام، وننزل بيها هنا كده في الطاسة ونفتح كده. نسيبها كده ايه شوية كده بقى ايه كده. هنقلب الفرخة زي ما انتم شايفين، الفرخة مخلية ما عدا الجناحات وعظمة الساق، مش الورك، عظمة الساق. لو مش عارف تقلب زي كده تعملها على مرتين. هعمل كده تمام، وبعد كده الناحية التانية. أنا هنا خليت الفرخة تاني، خليت الفرخة عظمة الصدر اتشالت وسبت بس الأجنحة وعظمة الساق بتاعة الورك تمام، علشان خاطر أنا عايزها زي ما أنتم شايفين كده تفضل محتفظة بشكلها لحد ما نخلص الاكله ويبقى شكلها حلو وهي بتتحط على المكرونه بتاعتنا. بس يا سيدي احنا هنا بقى دلوقتي كده خلاص ادينا الفرخه وش حلو على الجنبين، عملنا لها ايه تاني. هننقلها بقى في صينيه فيها ورقه زبده وهندخلها الفرن لحد ما تستوي بالكامل. الفرخه بتكمل دلوقتي التان بتاعها في الفرن. تعالوا بقى نعمل شويه الخضار والحاجات الحلوه اللي عندنا دي. عندنا هنا شويه بصل، بس الاول هننزل كده ايه حبة زيت حلوين مش كتير اهو تمام، وننزل بعد كده ايه بالبصل. يلا بينا. وبالمعلقة الخشب نلف البصل كده لحد ما يفرفر، فرفر يعني يفرفت يعني. دي انا بتاعتي مش حاجة، ممكن تكون صح ممكن تكون غلط. هو بقى ايه بيشتغل، احنا طبعا الحاجات دي هتاخد وقت
فتعالوا ننزل بقى بشوية خضار. عندنا هنا أخضر وأصفر وأحمر، ده فلفل رومي متقطعين مكعبات هينزلوا برضو. خلاص احنا دلوقتي الخضار مش عايزين نسويه قوي علشان هو لسه هيخش في الفرن. تعالوا بقى ايه نعمل دايرة كده في النص وننزل شوية المشروم الحلوين دول. هنبطل تقليب امتى؟ لما المشروم لونه يتغير. احنا لسه في حاجات هنحطها مش عايزين نستعجل، احنا شغالين نار هادية. تمام، تعالوا بقى ايه نعمل برضو نفس الحفرة بتاعتنا اللي في النص عشان ننزل التوم. يلا ننزل بقى ايه فصين توم كده حلوين في النص عشان بعد كده هنبتدي نبهر بقى. خلي بالكم ان احنا ما بهرناش الفرخة، احنا هنبهر الخضار. عندنا هنا شوية ملح حلوين، شوية فلفل حلوين برضو، رشة قرفة صغيرة. بصوا حبة قرفة صغيرين يدوا ريحة وطعم غريب. وعندك هنا رشة جوزة الطيب. قلب يا سيدي من غير بقى المرة دي ما نعمل حفرة، احنا هننزل شوية الصلصة كده على الخضار. طالما نزلنا الصلصة ننزل بقى كده عليها برشة سكر صغيرة. تمام، وقلب. واحنا كده جاهزين خلاص، مستنيين بقى ايه الفرخة تطلع من الفرن. هي كده هتخش الفرن وهتستوي بنسبة 90% عشان احنا لسه في حاجة تانية هتنعمل دلوقتي. عندنا بقى دلوقتي الطاجن اللي شكله حلو قوي ده، ننزل فيه شوية مكرونة كده ايه مسلوقين. تمام، ونوزعهم كده في ايه في قلب الطاجن. خلاص تعالوا نعمل حاجة حلوة قوي دلوقتي. فاكرين الخضار اللي احنا بقى عملناه؟ دلوقتي دوره هننزل هنا فوق المكرونة. تمام، مش هنسيبه كده بقى لان هو نزل عليه الصلصة والبهارات والحركات كلها. تمام، نيجي هنا بقى كده ايه نقلب كله مع بعضه. تمام، الوصفة دي بقى حلوة تنفع في حاجة جديدة لما تزهق من اكل المكرونة والفراخ العادي، ممكن بقى تقعد تعمل الكلام، ضيف عليها اللي انت عايزه وشيل منها اللي انت عايزه، نعمل فيها اللي انت تحبه. الفرخة خلاص اصلا مستوية ومهرية، هنقعدها كده هنا ايه في النص. تمام، بصوا تعالوا نعمل حاجة حلوة قوي. شايفين الحاجات اللي نزلت منها، الصوص بتاعها اللي نزل منها، هندهن كده ايه هننزل عليه سيكة زيت. تمام، وتعالى ندهن الوش بتاع الفرخة. طب لو انت دلوقتي جيت قلت لي ما انا لما ادخلها الفرن عشان تاخد وش المكرونة هتنشف، هقول لك ودي تيجي يا راجل، وانا هسيبها كده برضو. تعالوا بص شوية الجناحات دول نزلهم كده برضو. تمام، معنا بقى هنا ايه شوية شوربة حلوين كده، شوربة فراخ حلوين، تعالى ننزل بيهم على المكرونة. بص انا ما جبتش حاجة ناحية الفرخة. تمام، ننزل بيهم كده ايه هنا المكرونة، هتطلع بقى دلوقتي تخش الفرن تاخد وش وتطلع يا باشا المتحمرة الفرخة وطعم المكرونة بالخضار طعم نفس الفرخة. بص تعالى نخش الفرن ونطلع. يلا عايزك بقى تبص معايا كده على التفاصيل بتاعت فقفقه جلدة الفراخ بعد ما دخلت الفرن وخدت وش، والمكرونه ما نشفتش لان احنا مسقسقينها شوربه. تمام، والخضار طعمه جميل. بس المهم في الموضوع ده والملك على الطاجن ده طبعا الفرخه الدايبه المسقسقه، يعني هي لو ما كانتش هتتصور كان زماني فتتها لكم دلوقتي كده بالشوكه، بس هتتصور وانا هتجيلي تاني وهاكل منها. دي كانت افتكاسه بتاعتي، وجربوها على ضمانتي هتعجبكم. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة.com.